مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من هنا. مساء الخير ماتيلدا. مساء الخير نيرفانا، يا كيفك؟ الحمد لله تمام، منورة. رغم الظروف الصعبة اللي بتمر فيها مصر، أنت منورة الليلة. ربنا يخليك يا رب، وكل سنة والناس طيبين. نأسف لكل الظروف اللي بيمر بيها وطننا العربي، ولكن علينا أن نقدم ما علينا أن نقدم حتى نواكب معكم الحدث فيهن. صحيح نيرفانا، ورغم كل الظروف، الحروب وأزمنة الفوضى والاعتقال والاستجوابات ورفض الأنظمة الاستبدادية، أجساد النساء تتحول حسب العديد من المراقبين إلى أداة سياسية يستخدمها الطرف المتضرر لنشر الخوف وردع المرأة عن إكمال هدفها السياسي. والله برأيي ان نزولها في موقف زي كده حاجه سياسيه يعني غلط، يعني هي بتجيب تحرش لنفسها. بس انا ما ينفعش ان انا اتجوز واحده متحرش بيها يعني. لا طبعا، السبب ما ينفعش طبعا حد يتحرش بيها. كرامتي ما تسمح. المرأة حتى في الدين الإسلامي، نعم، المرأة إذا اغتصبت هذه لا يقع عليها الحد، ولكن نعم، الرجل إن اغتصب سواء كان في حالة إكراه أو غير إكراه يقع الحد عليه، لكن المرأة حتى لو ما اغتصبت ولم يكن هناك وضع بالإكراه يعني هذه المرأة لا يقع عليها الحد. للأسف رغم أن مهما كان الواحد بيحس أن هو لامس مشاكل المجتمع وحاطت إيده عليها وفهمها وعارفها، لكن هو في الآخر ابن هذا المجتمع، فبالتالي هو حامل كل مشاكل وأمراض هذا المجتمع. أنا بعد حادث الاعتداء علي تم نقلي المستشفى وكان مسروق التليفون بتاعي، فبالتالي ما قدرتش أتصل بزوجي. هذا الواقع، كثير من الناس وكثير من البنات عرضت لهذا الأمور بسبب الوضع الأمني وسبب تردي الحكومة بسبب الإهمال من الأهل. لو أنا بالذات طرحوا لي موضوع الزواج من امرأة مغتصبة، لا أرغب في الزواج باعتبار أنه سيكون وصمة عارة. لأول مرة في مصر إحنا نطلع تعبير فكرة التحرش الممنهج المنظم من قبل عصابات إجرامية ليها علاقة بسلطة الحكومة. أكيد إذا تعرضت لاغتصاب ومش بإرادتها أكيد برجع بتجوزها، ما في مشكلة. بتكون يعني هي تعرضت لإشي يعني هو مش بإيدها، عرفت كيف؟ هي يعني تعرضت لصدمة، فممكن يعني. إنه لو متجوزة وإنه مطلقة إنه يمكن واحد يفكر، بس إذا مغتصبة صعب. النساء استبحنا بمعنى الكلمة من قبل الجميع. قبل الجميع، نعم، بما في المعارضة السياسية. وقت ما بتاخذ النساء وبتهيهن عمليا هذا هو عنف ضدنا، عدم أخذنا.